السلام عليكم، دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا اول فيديو ان شاء الله غنحطوه لكم في لاشين يوتيوب ديالنا اللي هي مودا مود. كيف شفتوا هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام وصلت سلعه جديده، ماشي كثيره، واحد ثلاثه الموديلات ولا اربعه. وكيف كنت وعدتكم ان لاشين يوتيوب دارت باش نوليو ان شاء الله كل موديل لبسوه لكم في المحل وتلبسوه يعني تشوفوا اون غيال، تشوفوا لويناتو، تشوفوا كيفاش كيجي في اللبسه، باش كوم سا نقربوا لكم الصوره اكثر واكثر كيف ما عودناكم ديما. دونك هذه المره ما درتش اللايف، ان شاء الله ملي غتوصل السلعه الماجيه غنديروا لكم اللايف كيف العاده، وغيكونوا فيديوهات في اليوتيوب كل موديل وكل لون غتشوفوه ان شاء الله من هنا لقدام من البوست. كيف ما شفتوا هذا الموديل اللي كان وصل هاد 3 ايام هو 3 بياس، سي اون توني سبور، يعني لبسه رياضيه اولا ديال الخروج. هي بصراحه الستيل ديالها انيق جدا، ديال الخروج، ديال تمشي تخرجي بها تقضي، بغيتي تمشي بها السبور وتحيدي من بعد وتلبسي ملابس سبور، يعني هي يعني تلبسيها في بزاف الحويجات. انيقه جدا والثوب ديالها غزال كيف ما عودتكم ديما، يعني حويجاتنا فيها جوج دلوينات حاليا وفيها ثلاثه البياسات، عباره عن سروال كيف ما كتشوفوا وتيشيرت التحتاني فوالا، والفوق ديالو لافيست كتسد بسنيسله وعندها لي بوش في الجناب. اللي بغى يسدها بسنيسله ممكن يسدها بسنيسله فوالا، وممكن تخليها مفتوحه كيبانو دوك السديفات اللي جايين في الجناب ديكور، هادوك السديفات اللي جايين في الجناب هانتوما غنقرب لكم الصوره مزيان فوالا. هذا غير ديكور في الجناب، والطول ديالها راها طويله، يعني البنيته اللي لابساها فيها متر 58 هكاك تقريبا، دونك اللي غتكون عندها شي متر 60 اولا متر 65 غتجيها شويه فوق الركبه، ما غتجيهاش فحال لابسه البنت. فيها مقاسات من 36 حتى 44، يعني من سمول حتى لدوبل اكس ال، وفيها جوج لوينات. الثوب ديالها قطن وممكن تستغلي الفوق ديالها لافيس ديالها مع جين مع شي سروال ثاني، ماشي بالضروره زعما تلبسي اللبسه كلها مجموعه، يعني لافيست باش زوينه لو ستيل ديالها سبور ويقدر يتلبس مع جين، يتلبس مع حويجات اخرين، وتقدري تخليها كيف ما شفتي دابا مفتوحه. دابا غنوري لكم اللون الثاني اللي هو البوردو ديالها ان شاء الله تشوفوا حتى هو ملبوس، ونرجع عندكم دابا شي شويه. هذا اللون الثاني كيف ما شفتوا كيف قلت لكم جاوا فيها جوج الالوان، الموطارد وهذا البوردو، حتى هو نفس المقاس من 36 حتى 44، ثوب قطن 3 بياس. الثمن ديالو في الاول ما قلت لكمش في الاول 450 درهم، وجاو فيه جوج دلوينات فوالا. حتى هو يعني كيجي نفس لو ستيل، غنقرب لكم حتى هو باش تشوفوا، يعني الثوب ديالو كنحاولوا ما امكن ديما نقربوا لكم الصوره اكثر واكثر بالنسبه للناس اللي ما يتمكنوش يجيو للمحل ويزورونا وتنصيفطوا لهم اونلاين. دونك فوالا، ودابا ان شاء الله غندوزو الموديل الثالث اللي هو تا هو سيرفات طويله، حاليا جا فيها غير لون واحد ولكن ان شاء الله عما قريب غندخلوا فيها الالوان بحول الله. دابا حاليا جا فيها غير موطارد، وهذه اللي غنوريكم دابا دايره 420 درهم دو بياس وطويله بالنسبه للناس اللي تيبغيو الطول، خليكم معنا. هذا الموديل الثاني كيف شفتوا هذا تيجي طويل على الاولاني وفيه غير دو بياس، يعني مختلف على الثاني، وحتى لفساتو كتجي شويه ايفازي، يعني كتجي جهه ليونش عريضه شي شويه. هذا مقاسات وفيه مقاسات كبار حتى ل 52، ولكن حاليا صراحه تقدرنا مستوك وبيانتو ان شاء الله غادي يدخلوا فيه الوينات، لانه الناس احسن بزاف الناس اللي جاوا عندنا المحل عجبهم، فحاليا بقاو لينا غير مقاسات صغار شي شويه، وكنوعدكم ان شاء الله باش نعاود نجيبو لكم. المهم درت هاد لا فيديو باش تشوفوه عن قرب وتشوفوه عن في الواقع، لانه بزاف طلبوني
قالوا لي علاش ما درتيناش اللايف. ف فكرت ندير لكم هاد لا فيديو باش نقرب لكم شويه الصوره. هذا التوتب ديال القطن، انا نقربو لكم حتى هو لي بوش ديالو، فيه لي بوش وفيه فوالا كميمات، فيه واحد لي موتيف فوالا وكيجي طويل. هانتوما كيفاش كيجيو من اللور. دونك هذا فيه مقاسات، كانوا فيه مقاسات كبار وغادي يجيو ان شاء الله مقاسات كبار والوان اخرين. الثمن ديالو 420 درهم، مقاساته من 38 حتى 52، يعني من ميديوم حتى لشي 5 اولا 6 اكس ال اولا 7 اكس ال بالنسبه للناس اللي كتعرف، حيت كاين اللي ما تيعرفش الارقام تيقول لي بغيت نعرف بلي شيفر، دونك عفوا بلي لتر، دونك شي 6 ولا 7 اكس ال 52 كنظن هي 7 اكس ال فوالا. الثمن ديالو كيف قلت لكم 420 درهم، وان شاء الله غيكون متوفر عما قريب الوان ثانيه. هادو كانوا لي دو موديل سبور اللي وصلوا لينا هاد 3 ايام، وان شاء الله غير توصل السلعه المقبله غنديروا لكم نفس الطريقه وغتبقاو تشوفوهم يعني على الواقع وفي كل لون تشوفوه ملبوس. غير ما تنساوش الله يجازيكم بالخير ديروا ابوني لاباج ديالنا فيسبوك، انستغرام modamode.me، فيسبوك modamode.me، و يوتيوب modamode.me. يعني اليوتيوب هي اللي غنوليو نحطوا فيها كل الفيديوهات، فما تنساوش وما تبخلوش علينا بالاشتراك. يلا السلام عليكم وان شاء الله نتلاقاكم في الفيديو المقبل.